السلام عليكم المشاهدين، دايرين لاباس عليكم؟ داخل الوطن خارج الوطن كاع من خوتي كي دايرين لاباس عليكم؟ ان شاء الله خرجت من هنا البحر، دابا قريب المغرب غادي تغرب. خرجت انا واحد صاحبتي وبقينا جالسين شويه، قلت ندير معاكم شي فيديو قصير ونشارك معاكم هاد البيتة اللي جالسة وهاد البحر وهادشي صوريهم لي. انتوما كتشوفو البحر تبارك الله زوين، هيا غتغرب الشمس وقلت نشارك معاكم هاد هذه. وشكرا لكم اخوتي بزاف، كنشكركم على التعاليق ديالكم الزوينه، وكنشكركم بزاف بزاف على التعاليق وعلى اللي دخلوا عندي المشاهدين، دخلوا عندي جدادي تنشكرهم بزاف، وقدامي انت هما كنشكركم على الدعم ديالكم، وكنشكركم على المشاركه ديالكم في القناه، كنشكر كاع الناس كلهم اللي دخلوا عندي، تنشكركم كنشكركم بزاف بزاف، وبالاخص كنشكركم على التعاليق ديالكم اللي كتخليوها لنا، كتخليني مازال نزيد لكم الجديد ان شاء الله. واليوم ان شاء الله راني خرجت للبحر وغادي نشارك معكم هذا الجليسه هنايا في البحر، زوين واحد الجو زوين، وراكم عارفين البحر زوين الواحد ترتاح فيه، تيعجبني انا البحر. مره ملي تنكونوا هنا حنا البحر كندير دوره حداه، واليوم ان شاء الله قلت نصور لكم واحد الوقيطه حدا البحر نخرجكم معايا. كنتمنى الفيديو يعجبكم، ونكون خفيفه ظريفه عليكم، نكون عند حسن لكم يا ربي في هذا الفيديو، وشكرا لكم بزاف بزاف. ومهم وانا نقول لكم سلامة، وغادي نصور لكم شوية وهادشي اللي كاين فيديو اخر ان شاء الله. هذا درته غير قصير باش نشارك معكم هاد الخريجة وصافي. ثم المشاهدين انا غير خرجت وقلت نصور لكم شويه، ودابا كنقول لكم شكرا، شاركت معكم هذا البحر، هذا خريج البحر، وتعرفوا البحر زويره الواحد كيرتاح كيبقى يشوف فيه وتيرتاح. شاركت معكم وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله.